طيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح عند الرجل الصالح. نعم المال الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم يحرضنا، يشجعنا، يحفزنا باش نخدموا ونديروا الدراهم ونستغلهم في طاعة ربي، نستغلهم في بناء الوطن تاعنا، في بناء الأمة تاعنا، في إعانة الفقراء المساكين، في العيشة الطيبة الكريمة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لناش عيشوا فقراء اطلبوا، عيشوا متحيفين متميزرين اتسولوا، عيشوا تحت رحمة الناس. ما قال لناش النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، حاشا حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبغي لنا المهانة، أن يبغي لنا الذلة، أن يبغي لنا الفقر، حاشا صلى الله عليه وسلم أن يبغي لنا. وأما بنعمة ربك فحدث. ولما يتكلم بعض الدعاة، أذكر في هذا المقام شيخي الفاضل الشيخ رشيد بن عطلة الذي تكلم وقال العبارة الشهيرة: لا تقلق، والناس دايرينها أضحوكة، دايرينها أضحوكة، يضحكوا على الرجل هذا الفاضل صاحب العلم وصاحب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الشيخ ما هوش يتكلم من هذا الباب، يعني أرضى بالذل، أرضى بالفقر، لا لا. الشيخ راه يقول لك: اسعى واجتهد أن تكون من أهل الفضل ومن أهل الرزق ومن أهل المال. إذا ربي قدر عليك رزقك، إذا ربي قدر عليك ذلك الرزق، ارضى بما قسم الله لك. هذا الشيء اللي راه يقول لك عليه الشيخ. الشيخ ما هوش يقول لك اقعد وارضى بالفقر والفاقة والميزيرية، راه يقول لك الشيخ في دروس كثيرة، راه يقول لك اجتهد، اسعى، كون روحك، دير مال من الحلال كذا. إذا سعيت وبذلت كلش ومديت جهدك وكل، ربي عز وجل عطالك الشيء هذاك، ارضى به ولا تبطر نعمة الله تبارك وتعالى، ولا تخرج عن رحمة الله. هذا اللي راه يقول لك الشيخ. ولكن هذه بالنسبة للسخرية من الأئمة ومن الدعاة، والسخرية من الفضلاء، هذه كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في عهد نوح عليه الصلاة والسلام، لما ربي قال له: دير السفينة، ابني السفينة في الصحراء، صحراء الأردن. كان سيدنا نوح يبني في السفينة، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. هذه تاع السخرية من الدعاة والعلماء قديمة. يحسره، وش سخروا بالأنبياء والمرسلين والصالحين، وش سخروا بالعلماء، وش سخروا بنا، احنا دارونا مضحكة، احنا نصلي في التراويح دارونا مضحكة. يا حسرة، هذه والله لا تحرك فينا شعرة قدنا هكا. أنا أبشر هؤلاء الساخرين، أقول لهم لي سخروا من الشيوخ ومن العلماء، عندنا طريق احنا راهي مرسومة ورانا نمشي فيها، ونقول كلمة الحق، وننصح شباب أمتنا، ونبقى أوفياء لأمتنا، وننصح حكامنا بالحكمة والتي هي أحسن، ونتكلم عن الزور، نتكلم عن الباطل. والله ما تبدلوا لنا طريقنا، طريقنا هذه احنا مشيناها عن عقيدة، عن إيمان راسخ،